من جاء وأدى عمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة أخرى لوالده الميت أو والدته أو أحد الأقرباء، كيف يؤديها؟ إذا أراد يؤدي عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، يحرم من الحل، يعني خارج الأميال من عرفة أو من جعرانة أو من تنعيم، يكون من خارج الحل أو من الشميسي، ولا يحرم من الحرام. العمرة لا يحرم بها من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر بعد الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه. نعم.